جانبية، أول تهديد. حذاري حذاري لمزيان، مزيان بسرعته بقوته في التوغلات بمراوغاته. حذاري حذاري، أول أهداف المباراة لإبارة. وكأنه نفس سيناريو مباراة الذهاب بين الاتحاد ونادي أتلتيك بارادو. أنصار الاتحاد الآن يطلقون هزيج الفرحة. رائعة التوزيع الذكية المليمترية لإبارة الذي لحق بالكرة وسددها إلى القائم الثاني وفي الشباك، أول أهداف المباراة. مزيان، العقل المفكر في الاتحاد يفعلها، يراوغ، يوزع كرة بطريقة رائعة ذكية مع الرسام إنيستا الذي حرم من حذاري. بن عياد والقائم. وصيف يوزع كرة أرضية. حذاري، ركلة جزاء، ركلة جزاء يعلن عنها غربال وأعلن ركلة جزاء. في احتكاك داخل أو على حدود منطقة العمليات، أنصفه الحكم ومنح له ركلة جزاء. هذه الإعادة لا للسيد الحكم، سيد في قراره، خبير التحكيم في التلفزيون الجزائري السيد زكريني محمد. ياسي جديد، بن عياد من صوره يضيع بن عياد لخامس مباراه على التوالي. منصور يتألق مره اخرى، الفورمه الفورمه الثقه. بالخماسه، ماذا يفعل بالخماسه؟ الى بن يحيى. طاهري، حذاري، انفرد وانفلت وخرج كالقط بن عياد. انفرد بمنصوري ولكنه بطريقة غريبة يضيع. بن قيت يتأنى، يدخل يور مزا، يهيئ كرة لشريف الذي يسدد. ركنية في القائم الثاني. حذاري 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 حذاري. بن قيت ومساوي. لصيف أو حمودي، كرة طويلة ناحية عرجي. حذاري، عرجي عرجي عرجي، أو عفوا نعيجي، يسجل هدف التعادل. لاعبي نادي أتلتيك بارادو يلعب على نقطة ضعف الاتحاد في هذه المباراة وهو وسط الدفاع. انظروا كيف تعامل شريفي مع الكرة وكيف استثمر نعيجي في هذه التمريرة المتقنة بتسديدة قوية ورائعة. مزيان مزيان لإبارة. نفس الكونتاكت في ركلة الجزاء الأولى بين شيطا وبن عياد، هذه المرة بين الموالي. لا لا، هنا تستوجب البطاقة الصفراء وليس. مزيان لبن قيت. أو لا لا، زواري وبن قيت ينفرد. تمريرة جيدة. مزيان 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 مزيان، يتأنى مزيان مزيان إلى بن قيت، إلى بالخماسة يسدد. أو لا لا، موساوي يتألق، يفقد الكرة. حذاري حذاري حذاري. طاري بتسديدة يسارية صاروخية يضيف ثاني الأهداف لصالح نادي بارادو. انظروا كيف راوغ لاعبين، تقدم، رفع رأسه، شاهد وأطلق قذيفة يسارية سكنت شباك الحارس منصوري. قوية التسديدة، رائعة متقنة في شباك الحارس منصوري. شيطا شيطا شيطا، وقع الشيطا وقع الشيطا. انفراد من عجيه ثم عودة لميسيباح ويضيع ميسيباح.